طبعا بهالفيديو راح اعلمكم وايد اشياء، راح اعلمكم شلون تحشرون الواحد، شلون تمسكون سبوتات حلوه، راح اعلمكم وايد اشياء في الفيديو، فابيكم تطلعون الفيديو كامل. عقب ما تطلعون الفيديو لا تنسون سبسكرايب والشير واللايك. طبعا هذا ماب شيبمنت، اول ما تدشون ال1 في 1 وتطقون ستارت الخصم راح يكون يا هني او هني، اذا انت مرسبن هني الخصم بيكون هني داخل هالكونتينر، راح يطلع برا وانت راح تذبحه. انت هني طبعا راح تطلع وراح تذبحه، راح تركض تحت هني والخصم راح يكون بهالكونتينر. مو انه تطلع قدامه تقدر تخرم من اليم، عقب ما تذبحه راح تمشي كذي والخصم راح يرسبن هني، راح توقف هني وراح تشيله. عقب ما تشيله راح تكمل عند هالكونتينر اللي فوق والخصم راح يكون داخل هالكونتينر، طبعا راح يطلع من هالصوب وانت راح تشيله من النص كذي. عقب ما تشيله هني راح يرسبن هني. طبعا الحين راح اوريكم الفيديو ونرجع على الماب. يلا الحين راح يرسبن وراك، راح تشيله، بعدين راح تدخل الكونتينر الاحمر اللي موجود في النص راح تشيله، الكونتينر الازرق راح تشيله، راح يرسبن عند الكونتينر الاحمر راح تشيله، انطر شويه بعدين لف وراح يرسبن بالنص مره ثانيه راح تشيله. الحين راح نحشره، راح نلزق على الطوفه الحمراء كل ما اني بذبحها، يعني انا الحين ذبحته الزق عند الطوفه اطلع واذبحها، ارجع عند الطوفه الحمراء انطر شوي واروح اهجم واذبحها. لا تعشق، لا تسوي اي شيء الا اذا انت موجود عند الطوفه، لان اذا تطول راح تخرب الحشره وبس. طبعا في حشره ثانيه عند الكونتينر البيضاء مثل ما تقدرون تشوفون، تذبحون وتروحون عند نهاية الكنتينر، تذبحون تروحون عند نهاية الكنتينر، لازم تسوونه سريع عشان ما يرسبن صوب الثاني وبس. قلدوا الخطوات وراح تحشرون الخصم ايزي، وايد 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 حلو. طبعا عندكم ثالث واخر حشرة اللي هو لما تدش على طرف الكنتينر وراح يرسبن قدامك، تدش على طرف الكنتينر وراح يرسبن قدامك. بالنسبه لي احب هالحشره وايد لان الخصم ما يقدر ينخش ورا شيء او يكمبر او شيء لانه راح تصيده على طول. ابيكم تنتبهون فوق، ابيكم تنتبهون فوق مثل ما تقدرون تشوفون ان دبليو في ارقام فوق، ابيكم تحطون الاينمنت، يعني شفتوا النورث ويست ابيكم تخلونه في النص، اذا في ارقام مثلا خلوه في النص، اول ما هو في النص ايم تحت شوي، ولما تشوف انه في النص شوف في مثل خط كذي كاهو مو في النص مثل ما تقدرون تشوفون راح تجيبونه كل مره، بس لازم يكون في النص. يعني مثلا انت شفت واحد هني تقدر ترجع ورا تقدر تسوي كذي، طبعا يمكن انت الحين موجودين هني وتبي تعرف وين راح يرسبن، اذا تذبحها هني راح يرسبن هناك، راح يكون عكس وين انت تذبحها. مره ثانيه ذبحته راح يرسبن هني، شفته؟ طبعا اذا تذبحها هني راح يرسبن هناك، واذا تذبحها هناك راح يرسبن هني، مثل ما تقدرون تشوفون رسبن هناك. وبس وصلنا الى نهايه الفيديو، اذا تعلمتوا شيء جديد لا تنسون السبسكرايب اللايك والكومنت، وقولوا لي اذا تبوني انزل جزء ثاني حق مثلا ماب سبيد بول او ماب كينج او اي ماب باللعبه، اكتبوا لي بالكومنت ولا تنسون سيفوا الفيديو لوايد سريع.